الله احنا عنده قبر الوالد سيد الاستاذ شمس احمد الرفاعي اليوم السبت الموافق 2 شعبان 1443 5 مارس 2022 ميلادية. فلقيت هذا الكتاب يبت من الشامية اسمه كتاب نور الاسلام في امراض القلب، وهو من كتبه مكتبته السيد الاستاذ شمس احمد الرفاعي وزير نائب شق الطريق رفع السفة دولة الكويت. في امراض القلب ادويته او افات اللسان وما جب على الانسان من الاذكار الصحيحة والادعية المستجابة. الفقير محمد رمضان الكردي البوطي سبحان الله، هذا 1900 اي هذا ابو الدكتور سعيد يمكن البوطي اللي سوى مقدمه كتاب الوالد نصيحه لاخواننا علماء نجد. المهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. انا فتحت الصفحه هنا يقول فضل الادعيه المستجابه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مستجاب لهن لا شك فيهن: دعوة المظلومة، دعوة المسافر، دعوة الوالدين على الولد. أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي، وأخرجه ابن ماجه عن أم حكيم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب. وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوتان ليس بينهما حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظاهر الغيب. أخرج البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرع الدعاء إجابة داعى غائب لغائب. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره يدعو لك فإن دعاءه كدعاء الملائكة. سبحان الله. وأخرج ابن أبي الديب والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترد دعوة المريض حتى يبرأ. وأخرج أحمد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد استجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر. وأخرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعا: دعاء المحسن إليه للمحسن لا يرد. وأخرج الحاكم عن حبيب مسلمة الفهربي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم بعضا ويؤمن بعضهم بعضا إلا أجابهم الله. وأخرج الحاكم عن ابن أمامة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نادى المنادي فتحت السماء واستجيب الدعاء، فمن نزل به كدر أو شدة فليلبي المنادي فيجيبه. ثم يقول: اللهم هذه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدعوة التامة الصادقة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوية، أحيينا عليها ومتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا. ثم يسأل الله حاجته. وخرج الحاكم الترمذي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في ثلث الليل أخر ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وأخرج الطبراني بسنة صحيح عن عثمان بن أبي العاص الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مكروب فيفرج عنه، فلا يبقى مسلم فيدعو بدعوة إلا استجاب الله له إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وأخرج الدرمي عن ابن إمام مرفوعا: 5 ليالي لا ترد فيها الدعوة، لأول ليلة من رجب وليلة نصف من شعبان إحنا الحين فيها، وليلة الجمعة وليلة العيدين. وأخرج البيهقي عن في الشعب عن الشافعي قال: بلغنا أنه كان يقال أن الدعاء استجاب في 5 ليالي وذكر مثله. وأخرج الطبراني عن ابن عبادة بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: يوم حضر رمضان أتاكم شهر بركة فيه تنزل الرحمة وتحط الخطايا واستجاب الدعاء. وخرجها في الأوسط عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخيب. وخرج أحمد في الزهد قال حدثنا الوليد بن سلم سمعت ابن أبي مريم سمعت أبا إدريس الخولاني يقول قال معاذ بن جبل: إنك تجالس قوما لا محالة يخوضون في الحديث، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. قال الوليد: قد ذكرته لعبد الله بن يزيد بن جابر. قال: نعم، حدثني أبو طلحة حكيم بن دينار أنهم كانوا يقولون أنه الدعاء المستجاب. قالوا: إذا رأيت الناس غفلوا فارغب لا ربك عند ذلك رغبات. وأخرج أبو نعيم في أخبار الصحابة الربيع بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 مواطن لا ترد فيها دعوة: عبد رجل يكون في برية، دعوة عبد رجل يكون في برية لا يراه إلا الله، ورجل يكون معه فئة فيفر عنه أصحابه فيثبت، ورجل
يقوم من آخر الليل. وأخرج البخاري في أدب عن ابن عباس قال: من ينزل به هم أو غم أو كرم من سلطان. فدعا بهؤلاء استجيب له: اللهم اللهم نسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، رب العرش الكريم، أسألك بلا إله إلا أنت رب السماوات السبع والأرضين السبع ما فيهن، إنك على كل شيء قدير. ثم سل الله حاجتك. وأخرج في الكبير الأوسط عن معاوية بن أبي سفيان: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا بهؤلاء الكلمات خمس لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخرج الطبراني في الأوسط بسنة سعيد عن الحسن قال: قال سمرة بن جندب: ألا أحدثك حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا عن ومن أبي بكر مرارا ومن عمر مرارا، ومن قال: إذا أصبح وإذا أمسى اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وتسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني، فلم يسأل الله شيء إلا أعطاه إياه. قال سمرة: فلقيت عبد الله بن السلام فحدثته فقال: هؤلاء الكلمات كان أعطاهن موسى عليه السلام، فكان يدعو بهن في كل يوم سبع مرات، فلا يسأل الله شيء إلا أعطاه إياه، سهام الإصابة للسيوطي. عن علي رضي الله عنه أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه جبريل عليه السلام فبينما هو عنده إذا أقبل أبو ذر فنظر إلى جبرائيل فقال عليه السلام فقال: وأبو ذر؟ قلت: يا أمين الله، وتعرفون أنتم أبا ذر؟ فقال: نعم، والذي بعثك بالحق. إن أبا ذر أعرف في أهل السماء منه في أهل الأرض، والله يعني يعرفون أهل السماء أكثر من الوالد. كان يقول سيد السرباعي: ذكر بالسماء ليس بالأرض، وإنما ذلك لدعائي يدعو به كل يوم مرتين، وقد تعجبت الملائكة منهم فادعوا به. فسأل عن دعائي فقال عليه السلام: يا أبا ذر، دعاء تدعو به كل يوم مرتين؟ قال: نعم، فداك أبي وأمي، ما سمعته من بشر، وإنما هو عشرة أحرف: أمني ربي إلهاما وأنا أدعو به كل يوم مرتين، أستقبله القبلة فسبح الله مليا وأهلله مليا وأحمده مليا وكبره مليا، ثم أدعو بتلك العشر كلمات: اللهم صل على سيدنا وسلم، أنت أدعو فيهم: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، أسألك قلبا خاشعا، أسألك علما نافعا، أسألك يقينا صادقا، أسألك دينا قيما، أسألك العافية من كل بلية، أسألك تمام العافية، أسألك دوام العافية، أسألك الشكر على العافية، واسألك الغنى عن الناس. وقال جبريل: يا محمد، والذي بعثك بالحق لا يدعو أحد من أمتك بهذا الدعاء إلا غفر ذنبه وإن كان أكثر من زبد البحر وعد تراب الأرض، ولا يلقاك أحد من أمتك في قلبي هذا الدعاء. اشتغلت إليه الجنان واستغفر له المكان، فتحت له أبواب الجنان، نادت الملائكة: يا ولي الله ادخل من أي باب. والله أدعية ما يقال من استبطى الضيق واستبطى عليه فليستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه ما يقال سعى عليه أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا سأل ما جعلت سألا، وأنت تجعل الزين ذا شيء تسأل. سلم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، عليه دين سيدنا محمد وآل صحبه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وارضني بفضلك عمن سواك، وشكرا يا أبا يعقوب الرفاعي.